عن القوات المسلحة أصدرت البيان رقم 26 للعملية الشاملة سيناء 2018 استكمالا لمسيرة البطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في ملاحقة العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018 لتجفيف منابع الإرهاب. أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن تمكن القوات الجوية من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء المحاولة للتسلل عبر الحدود الغربية، تدمير 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، والقضاء على 39 فرد تكفيري شديدي الخطورة بحوزتهم 5 بنادق آلية، وأيضا كميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء. كما تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا شديدي الخطورة والتحفظ على 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين. تعالوا نشوف مع حضراتكم البيان رقم 26 للقوات المسلحة المصرية. استكمالاً لمسيرة البطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في ملاحقة العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018 لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية: تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية، كما تم تدمير 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. القضاء على 39 فردا تكفيريا شديدي الخطورة وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء. تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا شديدي الخطورة والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين. تنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة نتج عنها القبض على 49 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء، ضبط وتدمير والتحفظ على 12 عربة و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير نقطة تكديس وقود تستخدمها العناصر التكفيرية بوسط سيناء، تدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا بوسط وشمال سيناء عثر بداخلهم على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكمية من الكتب والشرائط التسجيلية التي تدعو إلى الفكر التكفيري وجهاز اتصال لاسلكي.
قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات. تم اكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق مزودة بموتور سحب وكابلات كهرباء وعدد من أسلاك الإنترنت على أعماق مختلفة على الحدود بمدينة رفح بشمال سيناء. وفي إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في السيطرة على كافة المعابر والمنافذ الحدودية لمكافحة أعمال التهريب والتسلل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط 4 بنادق خرطوش و3 بنادق قناصة وبندقيتين آليتين وكميات من الذخائر، كما تم ضبط 1490 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر ومليوني قرص مخدر و11 عربة دفع رباعي تستخدم في أعمال التهريب. كما تم إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية. وعلى الاتجاه الجنوبي تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 34 عربة تستخدم في أعمال التهريب وإحباط محاولة تسلل 18 فرداً بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية الجنوبية. وعلى الاتجاه الشمالي تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تسلل 15 فرداً بطرق غير شرعية وضبط سيارتين تستخدمان في أعمال التهريب. وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تم ضبط 12 عربة و6 أتوبيسات تستخدم في أعمال التهريب، كما تم ضبط 12 طناً ونصف طن من نبات البانجو المخدر و80 كيلوغراماً من مادة الأفيون والحشيش المخدر. وتمكنت عناصر حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي في نطاق الجيش الثالث الميداني من ضبط عربة نقل مخبأ بها كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر 3094 لفافة بإجمالي وزن 6 أطنان ونصف طن أثناء عبور إحدى السيارات عبر المعديات. وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري، فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 1080 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة تصميمهم الكامل على القضاء على العناصر الإرهابية ومن يعاونهم، متمسكين بعقيدتهم الراسخة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.